أكيد رجعنا نكمل معاكم باقي فقرات برنامج شباب قول وفعل، ومن خلال وجود إبداعات وطاقات شبابية كويتية 100% طبعا لها بصمة وباع كبير في كثير من المجالات. عندنا شباب طبعا طموح، شباب عنده أحلام كثيرة تفجرت هالطاقات وصارت طاقات إيجابية وتبلورت لما شفناها ما شاء الله مشاريع ناجحة. طبعا ويانا اليوم ضيف له بصمة جميلة في مجاله اللي بالفعل الواحد يفتخر لما يشوف شباب كويتيين أبدعوا بهالمجالات هذه. مصمم ديكور داخلي الأستاذ أحمد الكندري منورنا، يمكن هذه ثاني مقابلة أو ثالث مقابلة وياك، وأنا جدا سعيدة بوجودك معنا بالبرنامج. الله يسلمك. بداية يمكن الواحد يطري على باله التصميم الداخلي وما يكون عارف أو عنده يمكن الثقافة اللي تعطيه إنه خلينا نقول باك جراوند أو خلفية عن شنو معنى التصميم الداخلي، فبوجودك اليوم أكيد راح نستفيد معك أكثر وأكثر عن كثير من المواضيع اللي تفيد الديكور والتصميم الداخلي. بداية لو بنعرف مفهوم التصميم الداخلي، تعرف لنا إياه شلون؟ هل هو يمكن أكيد له طرق كثيرة، والواحد لو بياخذه بيقول تصميم داخلي يمكن ديكور، فنبي نعرف وياك وتفيدنا اكثر استاذ احمد. انت قلتيها التصميم الداخلي هو الديكور، لا التصميم الداخلي مو هو ديكور. التصميم الداخلي لا مفهومه والديكور لا مفهومه، وفي فرق بينهم. أي. التصميم الداخلي هو عمليه تشكيل الفراغ الداخلي من خلال التعامل مع هذه الفراغات الموجوده في الغرفه، واللي هي تتكون من عناصر اساسيه مثل الاسقف، الارضيات، الحوائط، حتى بالبلان المساقط الأفقية، توزيع أماكن الأبواب وشبابيك. أما الديكور، عشان نفرق، الديكور هو فن تشكيل هذا العنصر، يعني مثلا الاكسسوارات الموجودة، الحائط احنا شو راح نصبغه بأي لون، شنو الإخراج اللي راح نخرج فيه، أماكن وضع اللوحات، الطريقة المبسطة اللي تسهل حركة الشخص في الجلوس في هذا الفراغ الموجود. ممتاز، يعني خلينا نقول انه في فرق كبير بين التصميم الداخلي والديكور. احنا ما نقول فرق كبير اماني، نقول مكمل. حلو. الديكور مكمل للتصميم الداخلي. مثل احنا موجودين الحين بالاستديو، الحوائط الموجوده مزينينها في اقطاع اكسسوارز، مزينينها بالوان معموله بشكل قواطع بالروشن اللي وراك هذه، بهذه الطريقه احنا نقدر نقول ان الديكور مكمل للتصميم الداخلي. ممتاز، اذا الواحد يمكن يطري على باله لما يروح اي مكان، والحين اكيد كل واحد عنده ما شاء الله غرفته او الصاله او المكتب الخاص فيه، مكان عمله، او خلينا نقول بيت المستقبل، فدائما يحتار مثلا شلون بصممه او شلون بسويه، او حتى الديكور، طريقه الديكور، فدائما نشوف يمكن ستايلات معينه تخص الديكور، يا ريت تتكلمنا عنها خصوصا اللي ما عنده خلفيه او فكره عن هالموضوع. طبعا اللي هو الشائع العام في الستايلات عندنا هني، او نقول في اغلب الدول، دائما احنا نقول ستايل كلاسيك، ستايل مودرن، او الحين طبعا دائما ستايل مودرن. حلو. اوكي، لا ايضا تضاف هنا اضافات الى ستايلات اخرى، مثل عندنا ستايل فينتج، عندنا ساسي، عندنا مانلي، اورجانيك، هذه كلها تعتبر ستايلات من ضمن الجدول مال اللي هو المودرن والكلاسيك. طبعا نقضب مثلا، انت يمكن ضعتي بالمسميات، الساسي، المانلي. اي انا الكلاسيك اوكي اللي هو خلينا نقول الدارج، الكلاسيك وحتى المودرن بعد ايضا دارج في وقتنا الحالي. الكلاسيك اللي هو الديزاينات العصور الوسطى، العصور القديمة، تمام، اللي نشوف فيها فخامة بالنكشات، بطريقة الوردة، بطريقة أرجل الكراسي. المودرن اللي هو لا، البسيط، السمبل، الحلو، اللي احنا دائما الشباب يدورونه، نبي شيء ناعم، نبي شيء حلو، هذا هو المودرن. لكن لما نقول احنا مثلا ندش على الستايلات اللي سوها اللي سمعنا اساميها غريبة شوي. زين، اللي هو مثلا نقول المانلي دائما يكون ستايل، هذا طابع له طابع رجولي. مثل يعني ما يستخدم حق بنت، يستخدم حق شباب، حق الرجل. مثل الالوان، طريقه الاثاث، تكون في اشياء معبره للرجوله اكثر. مثل شنو خلينا نقول الالوان يعني اللي تنصح فيها دائما للرجل اكيد او للبنت نفسها؟ للبنت طبعا، معروف مثلا دائما الشاب يحب اللون اللي هو الازرق. يقول انا والله ابي دائما، انا اللي يعني مثلا هذا دارج من ولادته، من ولادته خلاص، خذينا احنا تعودنا، تعلمنا انه خلاص الوردي للبنت، الازرق مثلا للولد. الحين دخل شوي مثلا الشباب، مثلا والله احنا نبي مكان لون اسود، نضيف عليه مثلا لون احمر. انزين، يعني يعطيك الالوان الصارخه الحاره. حلو. الرجل عكس البنت، لما تقول انا ابي والله ابي لون وردي،
انا ابي مثلا لون بنفسجي، نفس الالوان اللي لابستها الحين. الالوان حلوه اللي الالوان تخص البنت. ايوه هذا هو الستايل الخاص في البنت اللي هو هو الساسي. حلو. الماني للرجل، الساسي للبنت. للبنت نفسها. نعم. طبعا في الفنتج، الفنتج اللي هو معتق. تعرفين النظام اللي الطاوله شوي شكلها قديم. قديم أي ديكور شوي يكون قديم. اي ديكور يكون فيه مثلا لمحات صبغ، كنا الصبغ ماله رايح. زين هذه مقصوده، مو هي رايح لونها. اللي نفسي يمكن بعض الاماكن اشوف بالفعل حتى الطوفه مثلا خلينا نقول اول أيوة. تكون خلينا نقول مكسره شوي. مكسره شوي. فيعطيك صراحه الامانه طابع جميل. طابع جميل. يعني تشوفه تقول شنو يعني فعلاً. مكسر. حتى الالوان. والالوان صح. هو الالوان الوانه وايد ممتعه وجميله. انزين عندنا الاورجانيك، الاورجانيك اللي هي مثلا الاثاث وقطع الاكسسوارات تكون فيها انحرافات. تمام؟ مثلا الطاوله تكون فيها كيرف. حلو. تكون مايل مثل اللي احنا في الاستديو هذا اورجانيك، لان فيها وايد انحناءات. انحناءات بالديكور موجوده في الديكور. هذه هي نبذه بسيطه جدا في عالم الستايلات. ممتاز. اذا كل واحد الحين يطب ويتخير ويشوف الستايل اللي يناسب ذوقه، هذا ذوقه الطابع ماله. اي يعني مثلا الحين يمكن واحد ستايله او واحده ساسي او مانلي يقول انا ابي مودرن. لا، الحين عرف هو شنو يميل الى اي نوع من الستايل، اي نوع من الطابع. ممتاز. اذا اكيد يعني خلينا نقول الستايلات لها اذواق، وبالاخير طبعاً. كل واحد وذوقه وشنو حاب اكيد يضيف. فوق كل هذا اكيد من بعد ما احط او انسق الديكور اللي انا ابي، اكيد في شيء مهم وانا عندي هالشيء هذا وايد اساسي ويلعب دور كبير، اللي هي الاضاءه. شلون اقدر اوزع الاضاءه؟ شلون اقدر انتقل الاضاءه خلينا نقول اللي تميز او ممكن تكون مكمله للديكور الخاص فيني؟ طبعا دائما احنا نحب في عالم الديكور كمصممين داخليين الإضاءة تكون مخفية. حلو. كإضاءة تكون مخفية أفضل يعني. بالنسبة حق الأغلب من المصممين، ما نقول ما أجمع، أنا أقول الكل. أقول الأغلب. إنزين دائما تكون إضاءة مخفية عشان تعطينا روح إحساس حق القطعة الموجودة في الغرفة. طبعا الإضاءة عالم كبير مثل عالم الديكور. الديكور. مثل ما في مصممين داخليين للديكور أو مهندسين للديكور، هناك أيضا مهندسين للكهرباء. ممتاز. وهم يختصون في هذا المجال بشكل وبدراسة أكثر من المصمم الداخلي. المصمم الداخلي يكتسب خبرة فعلا في عالم الإضاءة، لكن له ناسه. بالنسبة لي أنا وجهة نظري أن الإضاءة لها ناسها. إذا الواحد أكيد ما يستعجل ويكون دقيق خصوصا بالتصميم. طبعا أكيد. يقدر يختار بيت العمر ويصممه بشكل جميل وينتقي. يمكن حتى ما شاء الله عندنا شباب كويتيين اكيد مثلك وشرواك مختصين بهالامور، هذه يقدرون يفيدونكم اكثر واكثر. فيهم يستعيلون وهو اللي يحط التصميم واخر شيء يقول لك التصميم مو عاجبني، لا لازم استعين بمصمم ديكور او تصميم داخلي يقدر يفيدني اكثر واكثر عشان انا اقدر انتقل الاشياء اللي بالفعل تكون مميزه. يمكن اكيد لك اعمال كثيره، وانا يمكن شفت كثير من الاعمال ما شاء الله لك اللي تميزت فيها من خلال تصاميمك وانتقائك لكثير من الالوان الجميله والديكورات المميزه. فاخر اعمالك اكيد يعني تميزت باخر اعمال خلينا نقول جدا جميله بلمساتك، فكلمنا شنو ابرز او يمكن خلينا نقول العمل المميز اللي ببالك وما ينسي سويته. شقتي. هذا اكثر عمل. عمر. اكيد كل واحد يتخصص حق شغله صح. طبعا اكيد. احنا عندنا مثل يقول بعالم الديكور يقول باب النجار مخلع. تمام. بس لا انا ما طبخت هذا كلش، لا صممت شيء حلو باقي. حلو اشوى يعني. ايه لا لا لا. مثل انه شيء مو حلو. شيء مو حلو قلنا. ايه انا اقول انا صرت ضده. لا بالفعل انا لا انا بشقتي اخترت خذيت راحتي اكثر مده اطول لانه مكاني. ممتاز. وعرف انا شنو حاب طبعا بالاستشاره مع الزوجه اكيد. اكيد لازم يعني لازم احنا دائما المراه لها لمساتها بعد ولها افكارها، فلازم الواحد يكتمل يعني. طبعا بعد هي مهندسه كهرباء بعد. اي لازم بعد الاضاءه عليها. الاضاءه عليها. فالحمد لله مو اخر اعمالي طبعا. بس انت قلتي الاكثر اللي ببالك اللي تميز فيه. طبعا اللي هو مكاني انا، مكان اقامتي، مكان راحتي، مكان نومي، هو شقتي. طبعا انا وايد تميزت في اشياء معينه، بالاضافه حاليا عندي هم شغال في فيلتين
انزين والحمد لله ندرج من اخر طيب من اخر من اخر الاعمال اللي انا فيها ان شاء الله باذن الله ان الله كتب لنا مره ثانيه تشوفون الاعمال ان شاء الله بعدين الله. يعني من شقتك الى بيت العمر ان شاء الله ان شاء الله وفلتك وتصممها على كيف كيفك الله بعد سهل الامور ان شاء الله زين خلينا نقول الاستعدادات او تصميمك لهالبيوت هذه والطلبات اللي تجيك اكيد جت لك بعض الطلبات الغريبه اللي تم تصميمها من خلال ما شاء الله مجالك يعني وخبرتك طبعا هو على حسب الشخص نفسه يجينا شخص مثلا يقول انا ابي 1 2 3 مثلا ابي احمد ابي رايك ب 1 2 3 وفي شخص لا الشخص الثاني هذا يعني يحملك المسؤوليه انت سوي على ذوقك تمام وممكن انا عندي حاليا مكان يعني كله على ذوقك الشخص متعاون جدا تمام ودقيق ما شاء الله عليه جدا تمام بس هم يقول يلا احمد على ذوقك اعمل لنا العمل على ذوقك طبعا في ناس تحب الشكل بس يعني اوكي انا بس ابي شكل حلو من غير حتى لو تكون جوده عاليه في التصميم نفسه في الشغل نفسه نعم. في ناس لا تتميز ان تكون الجوده تعيش مثلا 20 سنه 25 سنه طبعا انا مع اللي يعطيك عمر اكثر يعطيك أكيد. عمر اكثر اكيد مو مثلا يقعد شهرين وينكسر هذه اكيد لا. هذه اكبر مشكله يمكن الواحد لازم ينتبه حق الامور طبعاً. هذه يعني بكثره اكيد لك يمكن داعم اساسي او احد يشجعك بهالامور هذه يساندك سواء يعني نفسيا معنويا فمنو اكثر انسان حولك ودائما يعطيك الباور وجوهد احمد طبعا من بدايه مثل ما نقول احنا صغري طبعا اكيد الوالده والوالد عسى الله يحفظها يا رب ما شاء الله لما تشجعت اكثر من الاهل والاقارب والاصدقاء اني اكمل ايضا اكاديميا في هذا المجال في نفس التخصص وما شاء الله اكيد ايش نعم. كثر صار لك من مارست هالمهنه هذه يعني خبرتك نقدر نقول اماني يوم كنت في الثانويه انا اطار البيت في الثانويه طالب ثانوي اطار البيت ما شاء الله الثقه مثلا زادت اكثر بالحواليني لما دخلت انا تخصص نفسه توسعت مجال عند الاهل هسه مارستها كهوايه طبعا ما شاء الله على لساني سوى عليك يمكن ايام الثانويه اكيد ابدعت وحتى بالبيت بالبيت الوالده تعبت طالب مميز من التغيير حلو والتجارب. زين هل يمكن هالامور هذه يمكن التصميم الداخليه من باب حبك اكيد وشغفك لموضوع يمكن التصميم بس شو اللي شدك بالذات للتصميم ليش ما رحت اتجهت اتجاه ثاني عندنا مثلا كثير من الهوايات كثير من المجالات المختلفه الواحد يقدر يدش اكيد ويبدع فيها فانت ما شاء الله عليك ابدعت وتميزت بالتصميم الداخلي فشو اللي خلاك يعني هالحب هذا يعني يزيد اكثر واكثر وتتعلق فيه وما رحت حق اي اتجاه ثاني مثل ما قلت لك بالبدايه تشجيع الاهل لما شافوني اني انا هاوي ثاني شيء نقدر نقول وراثه يلعب دور. يعني في ما شاء الله العائله في ما شاء الله مميزة. خالي وخالتي فنانين بعد ما شاء الله عليهم الحمد لله انزين فنقول ان الوراثه لعب جزء هام في هذه الشغله نرجع نقول التشجيع حلو اللي من الاهل كملت شفت نفسي اكثر في هذا التخصص نقول في سنه اولى تشجيع الدكاتره اللي حواليني ممتاز اللي درسوني اللي ما انسى لهم دورهم الكبير منهم دكتور علي النجاده انزين حببنا اكثر حواننا وما زلنا معاه يعني اوجه له تحيه يستاهل اكيد شيء حلو الواحد لما يشوف يمكن الناس اللي حوله تمسك بايادي وتشده وتشجعه اكثر واكثر طبعًا. فالواحد هنا اكيد راح يعزز من ثقته من طموحه طبعًا. من ابداعه وابتكاره بهالمجال هذا يعني مجال التصميم الداخلي اكيد حتى احنا قاعد نشوف ما شاء الله ابدعوا فيه شباب وبنات طبعًا. بس ما شاء الله عليك انت احمد يمكن حتى كانت لك تصاميم خاصه اللي اشوف انه ما شاء الله تستخدم هالتصاميم هذه ببعض الامور خلينا نقول كهدايا او ما هدايا يعني انا شفت لك بعض يمكن الهدايا الجميلة اللي صنعت من إيدك أنت كديكور خاص فيك فشي حلو يعني خلينا نقول لك أعمال بعد بالمستقبل يعني أو أفكار جديدة إن شاء الله أكيد أيه. وأنا فيها في طور أيضا العمل مثل ما قلت لك بالفيلتين إن شاء الله إن الله سهل الأمور نوريكم الأعمال هذه في الأيام القادمة بإذن الله أيضا أكاديميا ممتاز أكاديميا بإذن الله إن الله سهل الأمور شهر 11-12 الجاي في كتاب أنا وزميلي جاسم باقر أيه. يعني باحثين في أمور كثيرة عن الديكور
ونعمل كتاب واصداره باذن الله على نوفمبر او ديسمبر ان شاء الله. هذا يعني خبر وايد حلو وللامانه خبر حصري لنا ببرنامج شباب قول فعل واول اصدار لنا. اي اكيد لي انا بعد اول اصدار. تستاهلين تستاهلين جميعا. الله يسلمك يا رب. الله يوفقك ان شاء الله على الكتاب المميز اللي اكيد راح تفيد في كثير من اللي محتاجين. نعم. انه يكون. نعم. يعرف يمكن في بعض هالامور هذه ويتثقف، لان التصميم الداخلي هي هم بعد ثقافه. قبل لا نتكلم عن انستغرامك ونشوف تصاميمك الجميله اكثر واكثر، نبي نعرف الالوان الدارجه الحين وشنو هي اهم الالوان الواحد يقدر يستخدمها بالديكور. من وجهه نظري انا دائما هالسؤال يسالوني اياه، شنو لون الموضه الحين؟ حلو، الهبه الجديده. الهبه الجديده مو الهبه وفرق اللون، الهبه شكل دخلت بالديزاين. اللون اكثر شيء يدققون شنو اللون الحين اللي هو دارج هذا السنه. عدل. وجهه نظري انا ما عندي لون دارج، لان حرام اقتل واحد يبي لون مثلا واقول له لا استخدم اللون اللي انت اللي هو دارج الحين موضه او هبه وتروح تعدي. عدل صح. تمام. اذا تبين كدقه الحين بني المحمر هو اللي اغلب اعمال قام تصير فيها حتى التنجيد اللي حلو. اللون البني المحمر. اذا البني المحمر هو اللي الواحد اذا حاب انه يمكن يستخدمه كلون جميل ودارج. كلون دارج في وقتنا الحالي، لكن من وجهه نظري انا استخدم جميع الالوان. الالوان يعني خلينا نقول ما في شيء محصور على شيء معين، تقدر تنتقي الالوان على ذوقك بالنهايه. طبعًا. يعطيك الف عافيه احمد الكندوري، للامانه يعني مصمم جدا مبدع وامتعتنا اكثر واكثر من خلال التصميم، ادري الكل استانس خصوصا احنا يمكن البنات نحب هالسوالف هذه اكثر، فنبي نستمتع وياك اكثر بوجود يمكن انستغرامك اللي الكل اكيد ناطر انه يدش ويشوف انستغرام احمد الكندري. ارت اند بيوتي سلاش اي. ارت اند بيوتي سلاش اي موجود ويانا على الهواء، يقدر طبعا تقدرون تدشون تستمتعون وتشوفون ابداعات الفنان اكيد والمصمم بالديكور الداخلي احمد الكندري. قواك الله للامانه وانت شباب قولوا فعل. تسلمين. يسلمك يا رب. طبعا قبل ايام انتهى مهرجان المسرح الجامعي والذي نظمته مدينه فاس في المملكه المغربيه وبرعايه ساميه من جلاله الملك محمد السادس. اليوم نقدم لكم سلسله من التقارير من هذه المدينه وهذه الاعمال بجهود شبابيه وفن وابداع تم تقديمه لنا في هذه الصوره الجميله عن مدينه فاس بالمملكه المغربيه الشقيقه، ونشكر اكيد زميلنا المعد محمد لدرع لاعداده هذا التقرير. نطلع ونشوفه وياكم ونرجع نتواصل.